حسونا يفقد أعصابه. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. الموسيقى بتاعت مصطفى محمود. لا معلش معيش المقطوعة دي. الموسيقى بتاعت مصطفى محمود يا جدع. ممكن اكمل؟ شكرا. طيب كابتن معاك حاجة الموتسرت؟ موتسرت؟ بتعملش حاجة الموتسرت خالص؟ لا للأسف معيش حاجة الموتسرت. معلش انا اسف. شكرا. كابتن معاك الموسيقى بتاعت الأذان؟ لا معيش الحتة بتاعت الأذان. تعرفش تعملها دي كمان؟ للأسف مش في البروجرام بتاعك، انت عارف حضرتك يعني لازم نحضر حاجات يعني وكده يعني. ممكن أكمل يعني؟ انا سمعت حاجة في التسعينات لسكوربيونز كان فيها السولو بتاع مش فاكر اسمه ميه، بس معكش حاجة لسكوربيونز؟ لا حضرتك ده جيتار كلاسيك او بلعب فلامينكو عليه، فما معيش حاجة لسكوربيون يعني. ما سكوربيون ما بيلعبوش فلامينكو يعني. ممكن يعني حضرتك اكمل البروجرام بتاعي زي ما انا عايز يعني؟ شكرا. طب بص بقى شكلك كده ما بتعرفش تعزف. ايه؟ طب اعمل لنا تسمي اياجي. ايه؟ تسمي ايه؟ تسمي اياجي. تسمي اياجي؟ طب خد يلا يلا يا دي يا ابن اهلا بيكم. طبعا شفتوا الاستاذ حسونة عمل ايه، طبعا عورهم الاتنين. كفنان طبعا انت هتقابلك الموقف ده كتير يعني. انت هتبقى في مكان معاك آلتك الموسيقية مع جيتارك، وهتلاقي ناس بتسألك، لأن طبعا الفنان ده بيبقى محبوب من الناس والناس بتأتنس بفنه. احنا عندنا في منطقتنا العربية احنا ما عندناش آداب الاستماع، الناس مش فاهمة يعني ايه موسيقى. اللي بيحصل ان راجل الموسيقي ده اللي بيعزف قدامك ما خدش الآلة بتاعته كده وراح عازف على طول، راح العزف طلع. لا طبعا الراجل ده اتمرن كتير قوي على القطعة ديت وحللها وحلل كل أجزائها وظبطها وعملها أكتر من مرة لغاية ما بقت في وضع مقبول إن هو يعرضها للعامة. فالراجل دوت مش بيمسك الآلة بتاعته يروح عامل أي حاجة، هو مش الراديو يعني، مش ما يطلبه المستمعون. فهتلاقي الناس أنت مجهز نفسك لبرنامج معين، عامل حسابك إنك هتعمل مثلا خمس ست مقطوعات أو مقطوعة حتى واحدة، وقاعد وماسك الجيتار وجاهز، وتلاقي اللي جاي قاعد بيطلب لك اللي على مزاجه يعني، كل واحد بقى منهم بيطلب اللي على مزاجه. طيب انا اتصرف في موقف زي ده ازاي؟ طبعا التصرف اللي عمله حسونة انه ضربهم ده غلط، مش هينفع طبعا انك انت تضربه. الفنان برضو مرهف الحس يعني. انت لازم تحاول تجد طريقة انك انت توصل للناس انك ملتزم ببرنامج معين، والبرنامج ده انت متمرن عليه، فده اللي هتأديه قدامهم يعني. انما مش هينفع انك انت ما يطلبه المستمعون. طبعا ما يطلبه المستمعون دوت في حدود، لو كان في حاجة من الناس مثلا انت عملتها قبل كده وتقدر تعملها وكده، طبعا بيبقى في اضيق الحدود يعني. ممكن تلبي رغبة او رغبتين مثلا على حسب كده، ولكن على حسب وعي الجمهور نفسه طبعا. كل ما الجمهور كان واعي اكتر لموضوع الموسيقى ويفهم يعني ايه عمل موسيقي او عمل فني بيتعمل،
كل مكان طبعا مش هيطلب منك الطلبات ديت، وهيقعدوا مستمعين مش هيتكلموا، يعني مش هيرغوا كمان. يعني برضو حاجة سيئة جدا عندنا في منطقتنا برضو العربية، ان الناس مش بتستمع، الناس بترغي. يعني متصورة ان الموسيقى ديت ونس، يعني في الخلفية بتاعتهم هم يقدروا يرغوا مثلا ويناقشوا مواضيعهم والموسيقى دي شغالة وراهم. طبعا ده بيحبط الفنان جدا. فحاول نبدأ احنا نفسنا كفنانين، نبدأ بينا. فلما تسمع حد بيعرض لك فنه ما تتكلمش، ما تعملش حركات، ما تعلقش، ما تسألوش وهو بيعزف، وبعد كده ما تطلبش منه كمان حاجة هو مش هيؤديها، يعني لسه ما عرضش ان هو يؤديها. فتقبل المقطوعات او البرنامج اللي هو هيعزفه لك بدون ما انت تتدخل الراجل دوت هيعزف لك ايه او لا، لان هو مش الراديو وهو مش ما يطلبه المستمعون. واشوفكم الحلقة الجاية.